ظهرت فئة جديدة تنتي ميديك بالسياقة. نعم. واش دير لك؟ يحبس يغلق طريق شي جورنال. إيه. يدي كاس قهوة، يشري كاوكاو. على بالك هذا تعدي عباك عدوانية، عدوانية بروفوكي كي بروفوكي رد الفعل. نعم. على جال هذه تلقى بلي جزء من التهور مثلا، تلقى جزائري عادي أو يسوق، أو يسوق عادي، أو يسوق بالعقل ما عندوش. نعم. مشكل. بعد واش يدير له؟ واحد يجوز قدامه مزروب، يجوز قدامه يولي يجري. نعم. ياك انت ماكش مقلق. صحيح. راك تمشي بالعقل. علاش كيفاتك هذا تقلقت؟ نعم. عقلش يحس بلي شغل تعدى عليه. شغل بروفوكا تعدى عليه. وهذو كاع على هذه السياقة سلوك حضاري. صحيح. يعكس ثقافة المجتمع. أيضا دكتور هناك بعض السلوكيات في السياقة وهي عقلية حمتي. ايه. يقول لك أنا في حمتي ندير واش نحب. لا قانون لا والو. أنا في حمتي نسوق كيما نحب، نقاري كيما نحب. واش راه يقول لك؟ أو يستعمل السياقة باش يريقلي بها مشاكل مثلا. كاين عباد ما يتضاربش بصح كي يكون داخل السياره يستعسد واش يدير؟ يقدر يسب من الطاقه، يتعدى من الطاقه، لانه يقدر يهرب سهله. على جال هذه تلقى بزاف مناوشات في الطريق، في الطريق وبعد في سورتو في بروبليم تاع سيركيلاسيون. صافي حنا كجزائريين كاين جزء من السلوكيات تاعنا نحكموا انسان، نحكموا دو موديل. انسان عنده ثقافه لا مبالاه، انسان في عقليته لا مبالي، حياته لا يبالي، ما بالوش لا مبالي. نعم. ربما ما تعبش من بعض الدراهم تاع الطوموبيل، هو في حياته العاديه ما عندوش مشكل لا بالي. هذا كي يسوق لك يعكس ثقافه تاعو تخرج. صحيح. ياخذ دي ريسك. نعم. يونجاجي، يغامر، يخاطر بحياته، ويخاطر بحياته، يخاطر بحياته قبل حياه الاخرين. نعم. لانه هو لا مبالي. الاخر واش تلقاه؟ تلقاه عنده حسن الخلق، ثقافته، عقليته، حسن الخلق، واش يدير؟ تنعكس في السياقه تاعو. صحيح. صافي مع الاخر على حسب التربيه تاعو. نعم. اذا